أحبكم مرة ثانية، شكرا جزيلا لزملائي في الكنترول والتحية لمصطفى السني، ذلك الصوت المميز الطروب. مشروع سكر الجنيد بيعد واحد من أهم المشاريع الإنتاجية للسكر وأضخمها في السودان. هو بينتج 60,000 طن، وتمتد مساحة المشروع لحوالي 40,000 فدان. بيعمل في المشروع أكثر من 2,000 مزارع. قوة اقتصادية ضخمة جدا يقدمها هذا المشروع، وإنتاج أيضا مقدر لهذا المشروع وغيره من مشاريع إنتاج السكر. أتمنى أن أيضا هذه المشاريع كلها تنعكس للمواطن بشكل مناسب وإيجابي. لا يعقل أن ننتج كل هذا الكم الهائل من السكر وتظل أسعار السكر كبيرة جدا، يعني في غير متناول المواطن السوداني. عموما هذا الموضوع سنتابعه في تقرير بعد قليل، لكن الآن نتابع التقرير القادم عن تدشين قوافل السلام والتنمية في ولاية جنوب كردفان. هي أيضا واحدة من الأفكار المبتكرة تشجع النازحين للعودة الطوعية، وتحاول أن تسهل حياتهم وتقدم لهم أيضا سلع يحتاجوها لبداية حياة. نتابع التقرير القادم ونعود. نحن مع بعض نقعد مع بعض نتكاشف نتواجه نخطط لها مع بعض، وهي الشيلة شيلتنا كلنا. يعني كان ممكن التجار البادروا بهذه المبادرة يقولوا والله السلام ده موضوع الحكومة ما عندنا به دخل، لكن الوعي والإحساس بالمسؤولية والإحساس بأننا حاجة واحدة ويد واحدة، وإن بلدنا ما بتمرق إلا نكون حاجة واحدة، هي اللي بتمرقنا. أن بعد هذا التغيير الذي أتى بأن يعم السلام ولاية جنوب كردفان، وأؤكد لكم إنه الآن ولاية جنوب كردفان وقبل المفاوضات التي مشت لجوبا إنه نحن في ولاية جنوب كردفان بدينا السلام. نحن الآن في ولاية جنوب كردفان السلام عمبا ولاية جنوب كردفان. نريد من أهلنا الموجودين في ولاية الخرطوم وفي جميع الولايات يعلموا تماما أن السلام، لأن هذا السلام منذ رفع الشعار حرية سلام وعدالة، هذا السلام يعنينا نحن في ولاية جنوب كردفان. بنحلم يا جماعة باقتصاد متعافى، بنحلم بمواصلات، بنحلم بجازولين، بنحلم بمستشفيات. كل الحاجات دي يا جماعه ما بتتحقق الا يكون في احلال سلام شامل في كل انحاء السودان. عشان كده يا جماعه احنا قلنا نقول شنو؟ قلنا قوافل السلام والتنميه، وقلنا السلام اولا، السلام اولا يا جماعه. قلنا احنا عشان في النهايه الامور تمشي تمام والاقتصاد يتعافى. واحد من أهم وأكبر أولويات حكومة الفترة الانتقالية إحلال السلام العادل والشامل في السودان في كل المناطق التي شهدت نزاعات وحروب. ومؤكد هذا الدور الحكومي بيتكامل عندما يكون هناك حراك من المجتمع، حراك من الشباب الذين لديهم أفكار لخدمة المجتمع في مجالات مختلفة. واحد من هؤلاء الشباب هو صاحب فكرة قوافل السلام والتنمية إلى جنوب كردفان، وهو أيضا عضو تنسيقية لجان سوق ليبيا وأبو زيد. نسعد انه نستقبل داخل الاستوديو السيد محمد اسماعيل. مرحبا بك يا محمد، صباح الخير. الله يخليك، مرحبا بك احمد، وتحيه عبرك يعني لكل مشاهدي قناه الشروق الفضائيه. مرحبا بك، احنا تابعنا التقرير الفات، هو كان احتفال تدشين لهذه الفكره قوافل السلام والتنميه لجنوب كردفان. خلينا نتكلم عن كبدايه كده، احنا سمعنا جزء من كلامك، يعني انتوا كابناء السودان الكبير ده مفهومكم للسلام واهميه تحقيق السلام في هذا الوقت تحديدا وانعكاساته الايجابيه على مجالات اخرى يعني او على قطاعات اخرى بتخص التنميه وبتخص المجتمع. طيب شكرا مره ثانيه، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، المجد لله اولا، والخلود والسمو لشهداء الثوره السودانيه وعاجل الشفاء لجرحانا،
وربنا ان شاء الله يجمع بالموجودين، والتحيه عبركم للمهمشين والمحرومين في يعني في في كل مكان، في دارفور، في جنوب كردفان، في النيل الازرق، الذين عانوا من ولايات الحروب في فتره النظام البائد. حقيقه نحن في تنسيقيه لجان سوق ليبيا وسوق ابزيت، وبننضوي تحت لواء قوى الحريه والتغيير وتحقيقا لشعار حريه سلام وعداله، وتماشيا مع الوثيقه الدستوريه التي دعت يعني في 6 شهور الاولى احلال السلام، وهو اولويه زي ما ذكرت من اولويات الفتره الانتقاليه. نحن حقيقه قررنا ان في النهايه ندعم السلام، لانه احنا في راينا انه السلام اولا، وانه في النهايه الشعب السوداني يعني ما يطمح لتعافي اقتصادي ولا في الظروف المعيشيه ولا يعني تخفيض في الاسعار الا في النهايه يكون في سلام شامل وكامل في كل اجزاء السودان. لكن احنا في النهايه قررنا وندعم السلام في كل مكان، وحيكون عندنا قافله ان شاء الله يعني في يوم 10/12 حتمشي لجنوب كردفان. وبس اقوم اذكر المشاهدين انه احنا يوم 7/11 حقيقه شرفنا السيد البروف صديق تاور عضو مجلس السيادي، وسيد اللواء ركن راشد حماد اسماعيل والي ولايه جنوب كردفان، ولفيف من القيادات مع معتمد محليه مبده، وجدشنوا القافله بتاعت السلام والتنميه. ونحن هسه حاليا نزلنا الميدان حقيقه من خلال لجان ميدانيه، وبدينا في جمع التبرعات سواء كانت العينيه. نتعرف على اللجان دي مباشره، يعني اللجان اللي كونتوها دي شنو مهامها؟ ومن المتبرعين هل هم التجار فقط ولا الحكايه دي برضه متاحه بعد ذاك لكل الخيرين ويزول داير يساهم معاكم يعني؟ والله احنا حقيقه هسه حاليا لما بدينا من تدشين يوم 7/11 حد الان كنا شغالين في الميدان. الحاجه دي بدات بسوق ليبيا وسوق ابزيت، الناس التجار العاديين التجار في سوق ليبيا. تحيه لهم عبركم عبر الشروق، تحيه لكل التجار حقيقه الحادمين على امر السلام، ويتفاعلوا معنا تفاعل كبير جدا جدا. واخذ بالتحيه اخواننا في الريش، الناس البسيطين الموجودين في الشارع، برضه هم في النهايه كان عندهم يعني دور كبير في مساهمه في دعم السلام، لانه في النهايه هم في رايهم انه برضه عشان في النهايه هم يستقروا ويلقوا دكاكين ويلقوا تفاصيل تكون مستقره وثابته، برضه هم محتاجين يدعموا السلام يعني. فالتحيه لهم والتحيه لاخواننا يعني في الصياغه، اخواننا تجار الذهب برضه كان عندهم يعني دعم مقدر، وكلها هي كانت يعني دعومات عينيه. ونحن في النهايه يعني السلام نحن في النهايه كفكره دشنا، لكن دارين نقوم ناخذ معنا كل الناس في كل القطاعات المختلفه في كل الاسواق، اخواننا في الشركات، منظمات المجتمع كبيرة. المدني هي في النهايه دي مبادره للسلام، ومفترض في النهايه كسودانيين كلنا نشارك وندعم السلام يعني. انت فكرت فيها كيف يعني؟ اول فكره الاولى جاتك من وين، ومن منو وقف معك في بدايه الفكره يعني؟ والله يا اخي في بدايه الفكره يعني نحن طبعا كنا ناس من الشباب، كنا في الاعتصام وكنا في المواكب بتاعت الثوره، فحقيقه يعني تقابلنا مع اخوان كثير جدا من دارفور ومن جنوب كردفان، وحاسين انه فعلا في معاناه للناس اللي ذكرتهم قبل شويه اللي هم متاثرين بالحروب وكده، فمحتاجين انه في النهايه احنا يعني انه في النهايه احنا السودان عندنا حاجه اسمها النفير. الناس اللي الان محتاجين لدعمنا، وزي ما ذكرت قبل انه الان في يعني متاثرين بالحروب جو نازلين من مناطق الحركه الشعبيه، وهم الان يفتقدوا لابسط الاساسيات بتاعت الحياه، يعني حتى الكفن احنا في ناس نازل ما عندهم كفن، شيلوا لهم معاكم كفن. فيعني بجد حاجه هي ماساويه، وحاجه بجد هي صعبه. وزي ما ذكرت انه في النهايه انا في رايي ولا حسب فهمي انه احنا في النهايه عشان نستقر، بس حاليا في معاناه، في ارتفاع في الاسعار، في ازمات في المواصلات، تفاصيل كثير جدا البلد عايشها، لكن في النهايه نقول السلام اولا، لانه احنا في النهايه في عهد النظام البائد كان 80% بتمشي للدفاع وتمشي للحرب، احنا نقوم نحول الحاجه دي من 80% تمشي للحروبات وتمشي للتنميه، تمشي للتنميه، تمشي للخدمات، تمشي لدعم المدارس، لدعم الصحه والتعليم وكده. فالفكره جات من هنا يعني في النهايه ودي السلام اولا. يعني زي ما اطلق تجمع المهنيين دي تحديات الفتره الانتقاليه، انه في عدد من التحديات بتواجه هذه الفتره الانتقاليه، يعني الناس مع بعض ممكن يجتازوا هذه التحديات. طبعا المناطق اللي حتتجه لها القافله وين تحديدا في ولايه جنوب كردفان؟ والله نحن طبعا الشغل ده بالتنسيق مع اخواننا في حكومه ولايه جنوب كردفان، هم بعد ذاك اللي بيوجهونا، لكن القافله حتمشي تصل اللي هو حاضره ولايه جنوب كردفان كادوبلي، وبعد ذاك في النهايه هم يعني على حسب البرنامج بتاعهم احنا في النهايه حنكون معهم، يعني عشان في النهايه نشوف الحاجات دي حتمشي كيف على حسب ترتيباتهم الموجوده هنا. المستهدفين منو؟ هل شرائح المجتمع كلها يعني بشكل افقي انتم مستهدفينها، ولا في ناس بيكون عندهم الاولويه يعني تصلهم هذه القافله بعد ذاك اذا غطيتهم ممكن تمشوا لشريحه ثانيه؟ والله طبعا احنا في النهايه الاولويه هم كل الاسر الان اللي هي جات وصلت المناطق بتاعت كادوبلي وغيرها، هم محتاجين زي ما قلت لابسط الناس العاديين يعني.
الأسر العاديين، الأطفال، الشيوخ، الناس الكبار، المرضى، العجزة. نحن يعني هنقدم دعم غذائي فيه مواد تموينية، عبارة عن حقيبة تموينية لكل أسرة، فيها دقيق، فيها سكر، زيت، شاي، التفاصيل. لا، أنا أقصد هل حتمشي لكل البيوت ولا حتكون مركزين مثلا على العائدين من مناطق النزوح، يعني الناس اللي كان في فترة الحرب والنزاعات خلوا بيوتهم وطلعوا منها والآن هم حييجوا راجعين؟ والله طبعا في النهايه التركيز بيكون على الناس العائدين اكثر، يعني لانه هم الان محتاجين لحاجه اكثر من الناس المستقرين والامنين الموجودين. نحن برضه في النهايه يعني حندعمه وحنقدم لهم الدعم، لكن عندنا الاولويه النزول الجاي عايد من مناطق الحروب، لانه هو بيكون متاثر اكثر، محتاج انه الناس يعني تخفف عليه وتمسى احزانه وكده. يعني الحيصلهم شنو في الغافله اللي بتحتوي على شنو؟ هل كل الحاجات اللي بتحتوي بشكل مجاني؟ طبعا كل الغافله هي حتكون دعم مجاني. زي ما ذكرت احنا في النهايه يعني عندنا مقترح الموجود انه فرض ندعم 1000 اسره، حيكون فيها 1000 شوال بتاع ذره، حيكون فيها مواد تموينيه عباره عن حقيبه تموينيه لكل اسره، حيكون فيها مواد غذائيه، اي مواد غذائيه، سكر، شاي وغيره. اضافه لانه في النهايه حيكون عندنا ملبوسات بالنسبه للاسر، ملبوسات اي فتره الشتاء وكده، ملبوسات كامله يعني مثلا اقمصه وبناطلين وملبوسات نسائيه واطفاليه، بالاضافه للاحذيه، كلها هتكون موجود معنا في القافله. اضافه لانه في النهايه هيتحرك معنا تيم متكامل عباره عن مستشفى ميداني، عشان ما في النهايه يكون فيه يعني دعم يعني بتاع دواء وكده، ودعم علاجي يكون برضه موجود في الميدان بالنسبه للناس اللي يكون عندهم مشاكل. يعني هتكون في ايام علاجيه، ايوه ايام علاجيه موجوده مصاحبه للقافله ان شاء الله. القافله المفروض تصل لجنوب كردفان 200؟ والله على حسب ترتيباتنا، نحن مفترض نتحرك يوم 10/12 ان شاء الله، مفترض نتحرك، بس الان جاري الترتيبات. لكن الحاجة أنا في النهاية دار أقوم أشير لها إنه نحن يعني الآن قطعنا شوط أكثر 50% من جمع التبرعات اللي ذكرتها قبل شوية دي. كويس جميل. فمحتاجين الناس حاليا في 15 يوم الجاية دي نكثف تحركنا، عشان ما في النهاية نجمع باقي الالتزامات اللي علينا وكده. فمن هنا أنا بناشد يعني كل الجهات ومنظمات المجتمع المدني والشركات إنه في النهاية يقفوا معنا بالحاجة دي ويدعمونا دعم عيني. إحنا بنقول ما دارين دعم مادي، لانه نحن دارين نحقق مبدا الشفافيه. ايوه يعني الزول داري يجيب، داري يتبرع بدواء يجيب الدواء، يجيب الدواء بتاعه، عايز يتبرع بملابس يجيب الملابس، مواد غذائيه تجيب المواد الغذائيه نفسها. يعني حتى احنا في النهايه قلنا يا اخي مفترض انه تكون في لافتات، يعني اي زول جاب دعم يجي يخد لافتته، انه يقول والله يعني مثلا الفلاني الفلاني شفافيه، يعني شفافيه، لانه في النهايه مرات في لغط كثير قد يكون في الحاجه دي، وبعد ذلك الناس بيستغلوا في المياه العكره يعني طبعاً للامانه وكده يعني. لكن الحقيقه دار اشير له انه يعني برغم ان احنا في النهايه في شباب وفي تجار بادلين معنا مشروع كبير جدا، لكن حقيقه في تجار ما التزموا بالتزاماتهم. يعني احنا قعدنا في البدايه مع كل التجار ووضعنا لهم البرنامج، كانوا هم حضور معنا في التدشين، لكن في تجار لحد الان ما التزموا في دعم القافله وكده. فنحن من خلال قناه الشروق برضه بنوجه لهم رساله، نقول لهم انه في النهايه دي مسؤوليه تاريخيه. نعم. احنا في النهايه التزمنا يعني قدام المجلس السيادي ان احنا حندعم السلام وكسابقه وكحاجه قبل كده ما حصلت في محليتهم. بعيدا يعني عن كل حاجه، في النهايه دعم الخير، يعني انت عاوز تتبرع لزول هو فعلا بيحتاج للدعم ده، ممكن يكون مفيد بالنسبه له. صح يعني صح، ممكن تنقذ به هي صدقه جاريه في الاخر، يعني الناس تلقاها ان شاء الله ميزان حسناتها وتلقاها اجر صحه وعافيه لاولادها. طيب النشاطات الاخرى اللي حتكون مصاحبه للتدشين ده اللي هو حيكون يوم 7 نوفمبر، والغافله حتصل لجنوب كردفان وحتتوزع، كل شنو النشاطات اللي حتكون مصاحبه يعني في الوقت ذاك؟ والله احنا بنفكر في 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 مهرجان اول الان حاليا، احنا عندنا ترتيبات مع اخواننا في حكومه ولايه جنوب كردفان انه يكون عندنا يوم حاشد، وعندنا يوم سميناه يوم السلام او مهرجان السلام، حتصاحبوا مجموعه بتاعت فرق تراثيه فلكلوريه يعني تحكي عن التراث بتاع ولايه جنوب كردفان بتعدد قبائله وسحناتها. والحاجه دي احنا يعني ساعين في ترتيبه انه في النهايه يكون البروف صديق تاور رئيس المجلس السيادي يكون هو مشرف لهذه الفعاليه الثقافيه الفلكلوريه. وحقيقه احنا في النهايه بنشوف يعني الحاجه دي هي بتمهد الطريق لاخوان المتفاوضين اللي حيفاوضوا ان شاء الله يوم 10 الجاي في جوبا. فنحن بنحاول انه يعني نعمل ارضيه صلبه ونهيئ المجتمع لعمليه السلام، ونحن بنقول لازم يحصل سلام، ونقول السلام اولا يعني. طيب اخيرا التجار يتواصلوا معاكم كيف؟ يعني اذا كان في واحد من التجار في سوق ليبيا او سوق ابو زيد وما كان عنده علم عن القافله ده، وحتى لو ما كان من السوقين ده يعني حاب يساهم معاكم، كيف يصلكم ويتواصل معاكم؟ في ارقام تلفونات، في رقم حساب، عندكم مقر محدد؟ والله عندنا مقر موجود في سوق ابو زيد، كل الناس هي بتعرفه، لو سالوا قالوا تنسيقيه لجان سوق ليبيا وسوق ابو زيد، عندنا مقر موجود ومعروف. يعني يجوا مقر تنسيقيه اللجان، المقر اللي هو تنسيقيه اللجان في سوق ليبيا او في سوق ابو زيد اللي هو جنوب طرمبه النيل،
لو سالوا اي زول يعني محل واضح ومعروف يعني محل التنسيقيه بتاعت المبادره دي. ايوه شكرا لك جدا محمد اسماعيل عضو تنسيقيه لجان سوق ليبيا وسوق ابو زيد وايضا صاحب فكره قوافل السلام والتنميه لجنوب كردفان. شكرا لك. الله يخليك يا ابو حميد، بس لو اديتني مساحه اخيره جدا تفضل. حقيقه انا عندي يعني قصيده دار اقوم اهديها بمناسبه السلام لكل اهل الموجودين في كل بقاع السودان، لكل المهمشين، نقول لهم يا وطن نحن بنحبك وبنسيبك للاعادي، انت في وجداننا جوا ولينا خيراتك تنادي، السلام حيعمر بوعك وبكره حتشيلك ايادي، قوه في وحده صفوفك تحمي ارضك يا بلادي، يلا يا احباب تعالوا ويلا يا اخوان تعالوا بقيمنا وبالمبادئ نبنيه سودان المحبه بالتسامح والتراضي، نزرع الحنيه فيه، نحن اصلا مبنى عادي كل زول يرضى نصيبه، لا جهويه لا قبليه، نقول سودانيه 100%، يكفي النيه لابونا والجين السوداني وحنبنيه اللي بنحلم به يوماتي، وطن شاسع وطن عادي وطن خير ديمقراطي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. الله يخليك. ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، الفنون ايضا. الله يخليك. شكرا محمد اسماعيل.